أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد يوميا مع برنامجكم برنامج همزة وصل. على مدار الساعة تقريبا نتناول موضوعا أو قضية ما، نتناول هذا الموضوع تلك القضية بالحوار والنقاش نحن وإياكم والمتخصصين. بكل تأكيد تحويل مصر إلى مركز صناعي ومركز تجاري عالمي أمر ليس باليسير ويتطلب إصلاحات كثيرة وتعديلات كثيرة وأيضا بنية تحتية كثيرة، وتتطلب إلى جانب كل هذا منظومة تشريعية تصلح حتى تسير مصر مع الركب التجاري والصناعي العالمي. هذا هو موضوع حلقة اليوم، وهو تشريع جديد في طي الدراسة والتباحث وعرض المقترحات والتطورات قانون الجمارك الجديد. بكل تأكيد مشاهدينا الكرام كما تعودتم في برنامج همزة وصل يمكنكم التواصل معنا على همزة وصل إي جي لإبداء آرائكم والمقترحات والتساؤلات التي يمكننا عرضها على المتخصصين نتعرف على المزيد والمزيد حول هذا الموضوع. بداية نتناول ونتابع معا التقرير التالي، نتعرف على أهمية قانون الجمارك الجديد والتعديلات التي ستجري على هذا القانون حتى يصبح في إطار واقعي يتناسب مع الظروف والأجواء والمحيط التجاري العالمي والمنافسة. نتابع. انتهت وزارة المالية من إعداد قانون الجمارك الجديد وقامت بإرساله إلى وزارة التجارة والصناعة لعرضه على المجتمع التجاري والصناعي في إطار حوار مجتمعي حول مشروع القانون الذي يعد قفزة في الفكر التشريعي، حيث يحل محل قانون الجمارك الحالي الصادر قبل 55 عاما. وضع مشروع القانون أساسا تشريعيا للإجراءات الجمركية المستحدثة مثل الاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية، إلى جانب السماح بالتخليص الجمركي المسبق وفقا للشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يتم إجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة ووفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج. مشروع القانون الجديد هو دمج بين قانون الجمارك والإعفاءات الجمركية وإعادة السماح المؤقت ورد الضرائب لقانون الجمارك مع تقليل المدة الزمنية لنظام السماح المؤقت ورد الضرائب، كما يتم مراعاة تحديد قانونية وضوابط التحويل من النظم الجمركية الخاصة لنظام الإفراج النهائي وتحديد المستندات الإلكترونية وتقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات الصناعية. ويؤكد خبراء أن قانون الجمارك الجديد هو حافز جيد للتوسع في جذب الاستثمارات داخل مصر، كما يسهم في بناء استراتيجية قوية لزيادة الصادرات خاصة في ظل أزمات عديدة أبرزها البيروقراطية وزيادة أسعار الضرائب الجمركية. مشاهدينا تابعنا من خلال التقرير أهمية قانون الجمارك الجديد وبعض النقاط أو البنود التي سيتم تعديلها في القانون الجديد لتلافي بعض السلبيات وأيضا التماشي مع الواقع العالمي والمنافسة التجارية حول الموانئ العالمية في هذه الفترة. قبل أن نخوض في تساؤلات كثيرة نتعرف على أهم المقترحات وآليات عمل وزارة المالية في التعامل مع هذا القانون الجديد والمزايا التي يحملها القانون والعقبات وما إلى ذلك. دعونا نتعرف على بعض الآراء التي وصلتنا من حضراتكم على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وأذهب إلى زميلي محمد عبد الحكم. مساء الخير محمد. مساء الخير محمد. مساء الخير مشاهدينا الكرام. بالفعل هناك مجموعة كبيرة من التعليقات حول موضوع حلقة اليوم الذي يقول كيف يسهم قانون الجمارك الجديد في دعم التجارة والصناعة المحلية. البداية مع محمد الشريف اللي بيقول بيسهم في القضاء على ظاهرة التهرب الجمركي التي عانى منها القطاع الجمركي لسنوات وعقود طويلة، حيث تم استحداث نص لتجريم التهريب الجمركي واعتبر جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويجب فتح المجال للحوار المجتمعي حول مشروع قانون الجمارك الجديد، ضرورة للاستفادة من آراء الخبراء والمختصين للخروج بنص القانون بالشكل الأفضل ليلائم تطلعات الدولة فيما يخص هذا القطاع الهام، حيث أن القانون بإمكانه إحداث طفرة هائلة في حركة التجارة الدولية لمصر، وأن آراء مجتمع الأعمال
والمصدرين ضرورة، حيث أن التعرف على احتياجاتهم والصعوبات التي تواجه المصدرين أثناء تعاملاتهم الجمركية لابد أن يتضمنها نص القانون للنهوض بهذا القطاع. أيمن النصر بيقول سوف يسهم هذا القانون في دعم التجارة والصناعة المحلية وتشجيع المنتج القومي وتوعية وترشيد والاحتراس من الغش وفي المنتجات المستوردة، وكذلك الخطورة على الإنسان والبيئة وتشجيع الأفكار والاقتراحات والتطوير والبحوث وعدم التقليد. نريد الابتكار وإبداع الإنتاج المصري بقوة وهيبة وسيادة مصر دوليا وحضارة وتاريخ إلى الأبد سيد العالم لبناء مصر الحديثة ووحدة وطنية وحسن الجوار ونشر السلام وثبات العطاء والاحترام، ونعم ونعمل بحماية ومراقبة وبناء نهضة وطن. ممدوح أبو عاصي بيقول بيساهم هذا القانون في دعم التجارة والصناعة المحلية، وذلك عن طريق تقليل معدلات البطالة والتضخم وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع، واعتماد القانون على تقديم حوافز وتسهيلات للتصدير يساهم في زيادة حجم المنتجات المصدرة للعالم. محمود بيقول سوف يسهم هذا القانون في دعم التجارة والصناعة المحلية، لكن نحن لا نلم بقوانين الثقة في قيادة الوطن، لكن نريد أن نحد من الاستيراد وتصنيع قومي وعدم الرضوخ لتعليمات الخواجة في التجارة الحرة الدولية ورفع الجمارك بين الدول العظمى وأمريكا والصين وكلاهما وجهان عملة واحدة هي رأس المال والجنسيات المتعددة والحوكمة والتخصص لتركيع السوق الدولي. إذن مشاهدينا الكرام، هذه أغلب التعليقات التي وصلت إلي حتى الآن. أنتقل الآن إلى زميلي محمد سليمان لكي يبدأ الحلقة بالاتصالات الهاتفية. أشكرك محمد وأشكر مشاهدينا الكرام على هذه المشاركات والفهم والإلمام بأهمية القانون الجديد وكيف يسهم هذا القانون في دعم الصناعة والتجارة المحلية ومن ثم طبعا عملية التصدير وما ترتب على ذلك من ترقي لمعدلات النمو ومعالجة للتضخم و أيضا معالجة للبطالة وتشغيل الشباب وما إلى ذلك من فوائد كثيرة. لكن دعونا نستقبل المداخلات الهاتفية ونتعرف على المزيد حول هذه التعديلات، وسيكون مع الهاتف المهندس سمير رياض عضو اتحاد الصناعات والدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي. أبدأ مع الدكتور شريف. يعني دكتور شريف بعد التحية، بالتأكيد قانون الجمارك المعمول به منذ 55 عاما كان يحتاج إلى هذا التعديل حتى يساير القانون الجديد المستجدات على الساحة التجارية والصناعية العالمية. يعني من وجهة نظرك كيف ترى أهمية أخرى لهذا القانون؟ حقيقة احنا لو بنعرف نظام الجمارك اللي هو بيكون أساسه قانون الجمارك، نعرفه بأنه العمود الفقري للاقتصاد القومي. نعم. وبدون نظام جمارك أو قانون جمارك واضح شفاف يكون في، طبعا احنا بنتكلم بلغة العصر كمان. نعم. اللي هو يكون مؤتمت أو مميكن، هذا النظام إذا لم يكن موجودا فسيكون له تأثيرات سلبية قاتلة سواء على النشاط الاقتصادي أو في إعطاء صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري. الكل يعلم أن هناك بعض أو كثير من المشكلات التي حدثت وتحدث بشكل شبه يومي بالنسبة للأداء الجمركي. كلنا نعلم عن عمليات التهريب، كلنا نعلم عن خطورة عدم وجود نظام محكم للجمارك على الأمن القومي، وسمعنا عن دخول ملابس عسكرية أو ما شابه ذلك للبلاد، كلنا نعلم عن حجم الإهدار الكبير في إيراد الحصيلة الجمركية وأيضا حصيلة ضريبة القيمة المضافة المرتبطة أو المرتبطة في الحصيلة الجمركية. وبالتالي هذا المشروع هو من الأهمية بمكان، بحيث أنه بدونه سيكون أو ستستمر المشاكل. هناك دراسات تقول أن حجم الإيرادات السيادية التي تضيع على الدولة سنويا بسبب عدم وجود نظام جمارك محكم تتخطى 100 مليار جنيه سنويا كل سنة، ده من الحصيلة الجمركية فقط. ولو أضفنا قيمة ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بها فيكون هذا الرقم أكبر بكثير. لما عايز أقوله أن نحن نأخذ أو أن يتم اتخاذ الإجراءات السليمة
خير وأهم بكثير من عدم حدوثها. وأعتقد أن هذا القانون هو أيقونة التنمية الاقتصادية، أيقونة البرنامج الاقتصادي الطموح والناجح حتى الآن في مصر، وبالتالي وجوده هو سيساهم بشكل كبير، واحد في تحسين صورة مصر الخارجية، اثنين في جذب مزيد من الاستثمارات، ثلاثة في تيسير الإجراءات الجمركية للصادر والوارد، وأربعة في زيادة الحصيلة الجمركية أو حصيلة الموارد السيادية للدولة. نعم دكتور شريف، أرجو أن تبقى معي، ودعنا نتعرف من ضيف على الهاتف المهندس سمير رياض عضو اتحاد الصناعات. يعني باشمهندس بعد التحية، أنتم كصناعيين وتجاريين في مصر، يعني من وجهة نظركم ما هي التعديلات التي تحتاجونها في قانون للجمارك الجديد ييسر على الصناعيين والتجاريين في مصر؟ وأنا بعتقد في رأيي أنا أهم موضوع بالنسبة للاستيراد والتصدير هي الشفافية، بمعنى أن أنا أستورده يبقى أنا يجب أن يعلن في كل شيء بكل الطرق وكل الأساليب، بحيث أن الفساد نقضي عليه ونقدر نبقى في صورة كاملة إيه اللي بيحصل وإيه الأسعار وإيه التداول بتاع السلع اللي هي موجودة في السوق المصري. نعم باشمهندس، بالنسبة للجمارك، ما هي المعوقات التي تقابلكم كغرفة صناعات أو رجال الأعمال والمستثمرين في الجمارك، سواء من حيث التصدير أو الاستيراد عموما؟ حضرتك هو استبداد القوانين أنها تبقى بطبيعة القوانين أن هي تبقى النهاردة الصناعة هي لونج تيرم، هي عبارة عن استثمار طويل الأجل، ما هوش استثمار قصير الأجل، فبالتالي استبداد القوانين من ناحية مهمة جدا، بحيث أن الناس لما تيجي تعمل مشروع تبقى عارفة أن القوانين بتاعتها فيها استبداد وفيها أنها تبقى موجودة لمدة طويلة، فبالتالي يقدر ما يحصلوش أي خلل في استثماره. لا عن التصدير يا باشمهندس أتحدث، يعني عن تحديدا عن الجمارك، يعني في حالة انتهت صناعة التصدير، الجمارك مرتبطة بالاستثمارات اللي هي الناس بتيجي تستثمر، فهي بتدرس كمان قوانينها وقوانين الجمارك وقوانين البلد وقوانين كل حاجة، فاحنا دي من ضمن المنظومة بتاعت الاستثمار، إحدى المنظومات المهمة جدا في الاستثمار هو قوانين الجمارك وقوانين الاستيراد وقوانين التصدير. دي حاجة. الحقيقة إن أنا برضه عايز أقوله إن تعظيم العقوبة على المخطئ ده شيء محمود وشيء مطلوب. فدي حضرتك إحنا دي علشان نحد من ظاهرة الفساد وظاهرة التهريب والظواهر اللي هي موجودة عندنا في المجتمع. كمان الظواهر دي نقدر نقضي عليها بوجود شفافية، ان انا ايه اللي كل يوم بيجي لنا وبيخش لنا ايه من الجمارك وبسعر ايه ومنين، اصبح هنا يوجد الشفافية دي مهمة جدا، وده موجود شيء موجود في كل الدنيا مش شيء ما بنخترعوش. نعم. اذا الاطلاع عليه والشفافية في ما نستورده وما نستطره شيء مهم جدا لوقف كل الاختراقات اللي هي موجودة في منطقة الجمارك، ما هوش قانون بس، إذا تنفيذ القانون والشفافية بتاعت التنفيذ مهم جدا 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 في رأيي في الموضوع بتاع. نعم باشمهندس سمير، أرجو أن تبقى معي وأعود للدكتور شريف الخريبي. دكتور، من وجهة نظر حضرتك ما هي المعوقات اللي بتقابل الآن رجال التجارة والصناعة في الجمارك تحديدا، يعني من مسألة سواء عملية التهرب أو الإجراءات الروتينية أو الخطأ ربما في حساب الضريبة أو من قبل الوزارة أو من قبل القائمين على الجمارك أو من تقديرات التاجر نفسه أو الصانع؟ دكتور شريف. أيوة يا فندم، حضرتك سمعني؟ يا فندم سامع حضرتك، حضرتك وصلت. طيب. سمعتني يا فندم؟ طيب أنا طبعا فضل. بص هقول لحضرتك حاجة، الحقيقة إحنا لازم نقر أن من يقاوم تحديث وتطوير أساليب العمل في الجمارك وبالتالي يقاوم القانون الجديد، جزء كبير منهم يعملون في الجمارك نفسها وبالذات في عملية الكشف والكشافين وخلافه. نعم. وبالتالي ما يواجه رجال الصناعة أو رجال الاستثمار أو حتى
المستوردين للسلع المختلفة أو المصدرين، هو عمليات إعاقة أي تطوير يتم في الجهاز. يعني إحنا لدينا اللي هي الأجهزة الكشف على المحتوى داخل الحاويات أو اللي هو السكانينج سيستم. يا ترى كم جهاز يعمل؟ يعني يا ريت كلمة إجابة من وزارة المالية أو من مصلحة الجمارك اللي تغير رئيسها 4 مرات في 3 شهور. يا ترى كم جهاز يعمل في المواني للكشف على المحتويات؟ نمرة 2، النهاردة تيسير الإجراءات. ما ينفعش أبدا النظام الحالي اللي هو مطبق في الجمارك هو نظام، يعني عايز أقول أنه وصمة عار في جبين الاقتصاد المصري. هو نظام لا يحقق أي شفافية ولا يحقق أي سرعة في الأداء أو في الإنجاز بالنسبة للإجراءات الجمركية اللي هو مطلب أساسي سواء للشفافية الدولية ولقياس عدم وجود فساد في مصر، أو بالنسبة لعملية اللي هو الأخطر كمان، إن حضرتك إن أنا كمستثمر لما بستورد سلعة أو بصدر سلعة إجراءات الوقت اللي بياخدوا إجراءات الإنهاء على عملية الاستيراد والتوصيل. وبالتالي أنا بتصور أن منطوق القانون الجديد للجمارك هو منطوق طيب، ولكن أتفق مع المهندس سمير بأن لازم أن يكون هذا القانون على أرض الواقع، لازم أن ينص صراحة أن تتم إدارة عملية الجمارك بنسبة 100% من خلال الجهاز الحكومي، يعني من خلال وزارة المالية، وليس كما نسمع أن هناك شركة تقوم بإدارة الجمارك يشارك فيها شركة خاصة، ودي تبقى حاجة السابقة الأولى في العالم. أن يكون هناك نظام مؤتمت، نظام مميكن واضح عالمي يقوم بتنفيذ جميع جوانب وإجراءات الشفافية في العملية الجمركية من أولها لآخرها، ويختصر الوقت بشكل محترم وبشكل شفاف وبشكل كامل. يجب أن يقل تدخل العنصر البشري في إجراءات الكشف أو إجراءات التخليص على البضائع، والاستعاضة عن ذلك بكل ما هو إلكتروني أو الأجهزة زي أجهزة الكشف عن محتويات الحاويات وخلافه. الطريق ليس طويلا، الطريق ميسر وممهد بشكل كبير، ولكن يجب أن يتم الضرب بيد من حديد على كل من ينتمي إلى الجمارك المصرية ويعيق تطبيق هذا القانون، لأن إعاقة تطبيقه هو إجرام يتمثل زي ما قلت في الأول إضاعة صورة مصر على المستوى العالمي، إضاعة رسوم سيادية لا تقل عن 100 مليار جنيه كل سنة. هي بالتأكيد دخل قومي لمصر، يعني وأمر الدول بتحسمه وتراقبه بحزم وبشدة. يعني عموما دكتور شريف، أرجو أن تبقى معي، أعود للمهندس سمير. يعني باشمهندس سمير، مواد القانون بتشدد وتغلظ العقوبات على المخلصين الجمركيين في عملهم وتحددهم، مسألة التراخيص والتهرب من الضريبة أيضا هي تؤكد على ضرورة متابعة والتحري والدقة في المستندات المقدمة من رجال الأعمال أو المستثمرين الذين يرغبون في عملية الاستيراد أو عملية التصدير. ما تعليقك على هذه الضوابط الجديدة؟ هي أي ضوابط تؤدي إلى تحسين الأداء وإن إحنا نحفظ، يعني هو طبعا أنا عايز أقول حاجة بالنسبة لمسألة الوقت والزمن. إحنا لازم إن إحنا نعتبر الوقت والزمن إحدى الأساسيات في كل عملنا. إذن بالتالي النهاردة لما أنا أروح أجيب بضاعة بالطيارة من آخر الدنيا وتجيلي في 10 ساعات ولا 12 ساعة، يبقى معنى كده أن أنا أتعامل مع الموقف ده أن أنا راجل عايز أجيب البضاعة وأدخلها بسرعة. يبقى معنى كده أن أنا ما أقدرش أكتبها في الجمارك كمان تعدها بأيام وأسابيع. إذن هذا الفكر يجب أن إحنا نغيره. إزاي أن إحنا نعرف قيمة الوقت والزمن؟ ده مهم جدا في حياتنا وفي دنيتنا، ودي أفتكر دي ثقافة يجب نتبناها. 2، كل الناس اللي بتشتغل في الجمارك ولا انا اشوفهم ليه، ولا المستخلص يشوفهم ليه، يتعامل معاهم ليه، يشوفهم ليه، يكلمهم ليه، يعرف مين اللي انا جايبه باسم مين ليه. اذا دي كلها حاجات النهارده في التنفيذ نفسها، ما هوش قانون بس. القانون هايل وكويس وكل حاجه،
لكن تنفيذ القانون وتطبيق القانون والآليات اللي احنا بنستخدمها لتنفيذ هذا القانون أهم من القانون نفسه. طب أهم الشكاوى يا باشمهندس سمير، أهم الشكاوى اللي جاءت من رجال التجارة والصناعة في غرفة كانت بالنسبة لهم تحديات أو معوقات. المصاريف العالية اللي هي النهاردة المستورد أو الصانع بيجي النهاردة في تصديره للبضائع، شوف النهاردة عن طريق المطار في الفلوس اللي بتدفع النهاردة على كل النهاردة طرد بياخدوا رسوم دخول ورسوم، في رسوم كتيرة جدا وفي فلوس كتيرة جدا بتضيع احنا في حل منها، وده مصاريف احنا بنتحملها وبالتالي السلعة بتاعتنا بتتحملها، منين ان احنا بندعم الصادرات ومنين ان احنا بنحط عليها عباء. يعني رسوم التصدير ولا رسوم الاستيراد؟ رسوم إدارية كتيرة جدا وعوائق، دي كلها حاجات أنا مش مبسوط منها الحقيقة. طيب غير الرسوم يا فندم؟ لا ما فيش حضرتك، احنا الحمد لله أنا راجل بصدر بقالي 50 سنة والحمد لله أنا يعني دنيتي ماشية الحمد لله وبنشكر ربنا على كده، لكن طبعا عملية الاستيراد والعملية دي اللي موجودة والتهريب وده الحاجات دي كلها اللي احنا دايما بنسمع عنها دي اللي احنا بنزعل منها ودي اللي بتعمل خلل في كل شيء. ماذا عن الاجراءات يا باشمهندس؟ ما رايك في الاجراءات او انت اقترح اولا الشفافيه زي ما بقولها لحضرتك، الشفافيه لازم تبقى موجوده، انا عايز كل يوم يقولوا لي احنا استوردنا السلعه الفلانيه والفلانيه والفلانيه من الحته الفلانيه بالسعر الفلاني وتعلن على الملا، بحيث ان لو في خلل هيبقى مش شايفينه، الدنيا كلها شايفاه. نعم ما فيش ما يدعو ابدا ان انا اخلي دي انها اسرار، ما هياش اسرار. طيب لازم تبقى في شفافيه في كل شيء. باشمهندس ايضا هناك تعديل في القانون الجديد يسمح بالتعرف على قيمه الرسوم الجمركيه قبل وصول السلعه او قبل تصديرها وايضا السداد المسبق، يعني ما تعليقك على هذا التعديل؟ نعم كله هايل، اي حاجه تخص الوقت والزمن واختصارها هو في صالح الصناعه وفي صالح الاقتصاد البلد، اي حاجه نختصر بها الوقت والزمن، الصناعه هي حساب وقت والزمن وليس ابدا عمليه الوقت والزمن، احنا يجب ان احنا نبص لها بصه ثانيه خالص وتبقى ثقافه ان احنا نتعامل مع الوقت والزمن، دي ثقافه مهمه جدا. نعم ان احنا لازم نتعامل بالوقت والزمن ان هو دي احدى الاسس في المنظومه سواء صناعه او تجاره. نعم مهندس سمير رياض عضو اتحاد الصناعات بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وعودة للدكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي. دكتور شريف، يعني الكثير يرون أن هناك ترسانة كبيرة من القوانين وأنه قد تأتي بعض القوانين التي تضيف أو تعدل جديدا في البنود أو في التناول للموضوعات القوانين، ولكن هي مسألة التطبيق تبقى المشكلة. طيب ما الفرق بين مصر حين تشرع تشريعا جديدة أو تقوم بتعديل في التشريعات والدول الأخرى التي تطبق هذه التشريعات وتنجح في تطبيقها؟ الفرق في مجال الاستعانة بالخبرات الدولية في النشاط اللي احنا بنشرع له قانون. نعم يعني معروف أن هناك أنظمة لتطوير وميكنة الجمارك معروف على مستوى العالم، ليه ما نستفدش منها؟ معروف أن الجمارك المصرية تعاقدت من 10 سنين على أحد هذه الأنظمة ولم تستفد منه، وأن الشركة الموردة لهذا النظام بتجري وراء الجمارك من 2 سنين لتطبيق هذا النظام ولا حياة لمن تنادي. نعم. كل هذه الأمور يجب أن تؤخذ في الحسبان وتكون هناك رقابة صارمة من جميع الأجهزة على التطبيق. يعني إذا أنت دكتور شريف تؤيد العقوبات وتغليظ العقوبات على كل السلبيات التي نتجت عن القانون السابق. العقوبات يجب أن تبدأ برجال الجمارك أنفسهم، ثم بعد ذلك كل من تتوج نفسه من المتعاملين. نعم دكتور شريف الخريبي الخبير الاقتصادي أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. ومشاهدينا الكرام، هناك عملية استجابة واضحة وهناك عملية تفاعل مع كل ما يتم تعديله من تشريعات وقوانين، تحديدا قانون الجمارك الجديد المعني بدعم عملية الصناعة والتجارة هو أحد أهم
القوانين التي من شأنها تحويل مصر إلى مركز إقليمي تجاري صناعي في المرحلة المقبلة. دعونا نتعرف الآن على رأي الشارع المصري حول هذا القانون وقدرته على دعم التجارة. تابعونا. لو في حاجة هتساعد على التصدير وعلى الاستيراد بسهولة وبيسر فطبعا ده شيء جميل طالما هيصب في مصلحة وفايدة المواطن المصري البسيط على كاهل المواطن المصري اللي هو ايه الانسان اللي هو دخله لا يتعدى 2000 جنيه اللي هو الكادح اللي عليه النهاردة اعباء مية ونور وكهرباء وتعليم وصحة. كويس لان فعلا هيساعد حتى المستثمرين على يعني جذب مستثمرين جدد لان هيبقى في تيسير لحركة الجمارك ان هو يقدر يستورد آلات يستورد مواد خام يبتدي بالتالي يبقى في مصانع اكتر يبتدي يبقى في شغل اكتر بالنسبة للشباب. مفيش شك طبعا ان الدولة بتسعى في الفترة ديت ان هي تسن قوانين جديدة سواء في الجمارك او في مختلف المجالات اللي في الدولة بتساعد على تشجيع الاستثمار بتساعد على ان اي مستثمر يرحب جدا ويكون في مجال واسع جدا ان هو يشتغل في مصر وفي استثمارات كتير. صفة عامة التشريعات اللي بيشرعها المشرع مجلس النواب يعني الهدف الاساسي منها واخد بال حضرتك هو الرقي والانتماء بالبلد فاذا كان هذا التشريع يساعد على تشجيع حركة البضائع سواء صادرات او واردات لانها دي بتشكل بتصب في حوافز الاستثمار سن القوانين في تيسير اي شيء ايا كان سواء داخل البلد استيراد او تصدير فشيء طيب جدا بيساعد دايما على ارتفاع الاقتصاد سواء كان من ناحيه التصدير او من ناحيه الاستيراد. تسني القانون اللي هو هيقول لك اننا نخفض بدل ما تبقى 3 شهور 4 شهور في دخول بضائع احنا محتاجينها زي معدات تقيله او معدات بتحسن الانتاج داخل مصر والله ده شيء طيب جدا دي هتدي برضه فرصه للناس اللي هم رجال الاعمال المصريين اللي اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يكون عندهم ضمير بدل ما يبني بره يبني في بلده جوه ويشغل البطاله اللي هم الشباب حبايبنا واولادنا. تابعنا مشاهدينا الكرام عينة من رأي الشارع المصري حول قانون الجمارك الجديد ودور هذا القانون في دعم الصناعة والتجارة المحلية والاستجابة واضحة ودائما هناك حالة من الوعي بضرورة وضع قوانين أو إجراء تعديلات على القوانين السابقة التي يكون من شأنها إصلاح كل سلبيات سابقة في القوانين الموضوعة والمعمولة بها بالفعل. معي على الهاتف الآن الدكتور فايز عفوا سيادة النائب فايز أبو خضرة من مجلس الشعب والدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. أبدأ مع سيادة النائب بعد التحية. مسألة تعديل قانون الجمارك ووضع آليات جديدة في هذا القانون أو نظم جديدة هل ترى أنها تستطيع بالفعل معالجة كافة السلبيات في القانون السابق؟ بحيي حضرتك وبحيي جميع المشاهدين. أنا طبعا كنت بسمع لحضرتك مع الإخوة في المداخلة الأولى. نعم. وبصراحة أنا حسيت إن في بعض المواضيع هم يعني أكدوا عليها وده شيء محترم جدا وهي الشفافية في هذا القانون. لابد أن يكون هناك شفافية في هذا الأمر. نعم. لابد أن يكون هذا المشروع أو مشروع هذا المشروع قانون جديد يكون فيه استدامة مش كل يوم نعدل ونغير في هذه القوانين لأنها بتؤثر على المستثمرين. المستثمر النهاردة لما يحس إن كل يوم في جديد في الجمارك أو الآخره أو رجال الأعمال يحس إنه فيش مصداقية في هذا الكلام فلابد أن يكون في استدامة في هذا القانون لفترات طويلة والشفافية لابد أن تكون شفافية واضحة في هذا القانون الكل يعلم ما له وما عليه. صحيح. والدولة لابد أن تقوم تدلج دلوقتي في هذا الأمر مش عيب قبل أن الدولة تأخذ حقها لأن الدولة حقها مهدر في الجمارك وطبعا صحيح احنا بنسمع دايما عن الاموال المهدره المليارات المهدره من اموال الدوله التي ممكن ان تدخل الى الخزانه العامه للدوله في هذا القانون. النهارده امريكا بتفرض جمارك ضخمه على الواردات الصينيه لان ده حقها كدوله ان هي تامن صناعتها وتامن الدخل القومي بتاعها. فاحنا مش هنقلب الناس ديت ان احنا لابد ان نكون عندنا قانون محترم قانون في استدامه قانون يسد كل الثغرات
التي وجدت في القوانين السابقة. تمام سيادة نائب، أرجو أن تبقى معي على الهاتف، وأذهب الآن للدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. يعني دكتور هشام بعد التحية، من وجهة نظر حضرتك ونحن بصدد طرح قانون الجمارك الجديد على المجتمع التجاري والصناعي لاستقبال مختلف المقترحات، من وجهة نظرك ما هي أهم المقترحات أو التعديلات التي يجب أن نتضمنها هذا القانون؟ في البداية تحياتي السادة المشاهدين. تحياتنا. مؤكد أنه مراجعة أو إصدار قانون جديد للجمارك له دور مرح، والحقيقة المسألة أكبر من مجرد أنه قانون جديد سوف يمكن الدولة من تحصيل ما لها من حقوق، لكن الأكثر أهمية كي يحدث ضبط للمنافس الجمركية. والحقيقة هذا التشريع احنا محتاجين فيه بشدة ضبط في الصياغات، لأنه الحقيقة القوانين السابقة الحقيقة كانت بتترك قدر كبير للقائمين على إدارة الجمارك، وبالتالي كان في قدر من المرونة الذي قد يستغل لصالح البعض ويستغل في ضد صالح البعض الآخر. وبالتالي اللي احنا محتاجينه ضبط في الصياغات بالشكل اللي يكون هناك أمور واضحة بالنسبة للقائم على ضبط التعريفة الجمركية. الحقيقة مسألة ضبط المنافس الجمركية أمر أكثر من مجرد تحصيل رسوم، المسألة الأكثر أهمية هو ضبط المنافس كي لا يتم إدخال بعض السلع اللي تضر بالصناعة، والأكثر أهمية أنها قد تضر بصحة المواطن. وبالتالي دي مسألة هامة للغاية أنه احنا يحدث ضبط في إطار التشريع. لكن كمان الحقيقة محتاجين زي ما تحدث زملاء سابقين، محتاجين لمنظومة جديدة، منظومة جديدة تطبق، وأتصور أن هذه المنظومة موجودة في العديد من المنافذ الجمركية على مستوى العالم. محتاجين تطور تكنولوجي في هذا الأمر، وده الحقيقة أتصور أنه سوف يكمل القانون الجديد، لأنه الحقيقة بالقانون الجديد الأمور لن تستقيم لوحدها. لكن محتاجين بالإضافة لهذا التشريع الجديد، محتاجين أنه إدارة الجمركية الحقيقة تستقل للمستوى التكنولوجي الموجود دي في العالم كله، علشان الحقيقة يتم الحفاظ على ما هو متاح أو ما هو موجود في المنافس الجمركية، يكون فيه سهولة ويسر فيه الإجراءات، لا يكون هناك فيه تعطيل لهذه السلع أو لمصالح رجال الأعمال سواء كانوا مستوردين أو مصدرين. وبالتالي ده احنا الحقيقة محتاجينه بشدة. دكتور هشام، أرجو أن تبقى معي. أعود لسيادة النائب فايز أبو خضر. يعني سيادة النائب، أنتم كمشرعين أو مصدر للتشريع والقوانين الجديدة، كيف ترون أو ما هي الأسباب وراء تعطيل ترسنة القوانين التي تملأ مختلف المؤسسات، ومع ذلك نجد هناك سلبيات أو ثغرات يستطيع كل من حاول الانفلات من ضوابطها؟ أنا أختلف مع حضرتك في أن في قوانين معطلة. إحنا عندنا كل القوانين بتستنى في الوقت المناسب وبتستنى حسب أولوياتها. فإحنا مجلس النواب يعني في دور النقاد اللي فات بس 290 قانون تم إقرارهم، فالقوانين على قدم وساق. وهذا القانون أنا بؤكد أنه هو قانون هام، وقانون لابد أن يتم إقراره هذا في هذا دور النقاد، لأن هذا القانون هيخدم الموازنة العامة للدولة، هيدخل دخل. وأنا أتفق مع ضيفك الكريم بأن فعلا لابد أن يكون الألفاظ في هذا القانون ألفاظ واضحة، ليس فيها تلاعب بالألفاظ، لأن في هذا التلاعب بيبقى فعلا في صف بعض رجال الأعمال أو في بعض المستوردين وفي وضد البعض الآخر، ويؤول حسب الهوى. ده مرفوض تماما. عايزين قانون في ضبط صياغة محترمة يكون واضح للجميع، ما فيهوش أي لبس. ده الكلام اللي احنا بنقوله، ولازم ان شاء الله هذا القانون يظهر الى النور قريبا. لان هو يا فندم دلوقتي هو القانون تم دراسته بعنايه، وطبعا وضع من متخصصين كثر في وزاره الماليه، وتم دراسته بعنايه في وزاره الماليه، ووجه الى وزاره التجاره والصناعه ليتم تناوله من خلال حوار مجتمعي على مستوى مختلف الغرف المعنيه بها، وزاره التجاره او الصناعه. طيب هل لمجلس الشعب او للبرلمان اي مقترحات في هذا القانون الجديد قد تعرض قبل اقراره؟ طبعا حضرتك، ولا بيوصل مجلس النواب بيروح بيتوزع على اللجان المختصه، اللجنه الاقتصاديه ولجنه الحقوق والموازنه اللي هي مختصه بهذا الامر، وكل اللجان المختصه بهذا الامر القانون بيعرض عليهم، كل الاعضاء بيدوا بدلوهم في هذا الامر. اذا كان في هناك بعض المقترحات
او بعض في حاجات او في نقاط غايبه عن هذا القانون بيتم اضافتها. لو في بعض المواد اللي احنا حاسين ان هي ممكن مش صالح الدوله او مش صالح المواطن برضه بيتم تعديلها. يعني وياخد حوار مجتمعي ثاني في مجلس النواب بحيث يطلع المشروع في احسن صوره. لان احنا بصراحه يعني عندنا قوانين كتير محتاجه فعلا نوع من انواع التعديل وانواع الضبط، ومن اهمها قانون الجمارك اللي بيخدم الاقتصاد الوطني واقتصاد الدوله المصريه. تمام سياده النائب فايز ابو خضره، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، واعود عوده اخيره للدكتور هشام ابراهيم. يعني دكتور هشام، ما هي المقترحات بخلاف عمليه الضبط والحرص على مساله الالفاظ وتوظيف كل بند في بنود القانون في محله، ما هي المقترحات من وجهه نظرك التي تمنع وجود اي عقبات تحول دون تطبيق القانون؟ بالتأكيد محتاجين نتحرك على كل المستويات، على مستوى المصادر التشريعي قانون جديد وضبط صياغات وأمر جديد، على مستوى الإطار التنظيمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة الجمارك كما هو الحال الموجود في معظم الموانئ على مستوى العالم، أتصور أنه أيضا أمر هام للغاية. الأمر الثالث هو رفع كفاءة العنصر البشري، لأنه الحقيقة محتاجين تطوير في كفاءة العناصر البشرية اللي بتشتغل في إدارة الجمارك، علشان الحقيقة يدركوا إنه العمل اللي بيقوموا بيه ده بيصب بشكل مباشر في صالح الاقتصاد وفي صالح الدولة وفي صالح المواطن، وبالتالي محتاجين أيضا أن نتحرك على هذا المسار. لكن كمان الحقيقة محتاجين مزيد من التعاون من جانب رجال الأعمال اللي هم بيتعاملوا مع المنافذ الجمركية، محتاجين إنه الكل يدرك إنه مزيد من التعاون في إطار منظومة الجمارك هيفيد الجميع. بالتأكيد مسألة أنه محاولة التهرب وأنه بيتصور أنه هو بيتحقق أو بيحتفل على حساب مصلحة الاقتصاد، دي مسألة الحقيقة محتاجة مراجعة من جانب رجال. يعني يا فندم، إذا مشاركة، أنت تطالب بمشاركة كل من هم قائمين على هذه المنظومة سواء من القطاع المؤسسي والحكومي أو القطاع الخاص. دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. مشاهدينا الكرام، نحن في انتظار الحوار المجتمعي حول قانون الجمارك الجديد الذي يدعم التجارة والصناعة المحلية، حتى يخرج هذا القانون إلى النور وتتحول مصر إلى مركز تجاري صناعي هام في ظل مثل هذا القانون. أشكركم على المتابعة، وأشكركم أيضا على المشاركات، ونلقاكم في حلقة غد برنامج همزة وصل، وننتظر مشاركتكم دائما. دمتم في أمان الله.